يشقون طريقهم نحو المستقبل الذي يحلمون به. هنا في مدينة الجبرة بمريس في محافظة الضالع، حققت المبادرة المجتمعية نجاحها في عملية رصف وإصلاح الطريق وسط المدينة، ليفتتح الطريق مؤخرا وسط حضور رسمي ومجتمعي بعد أشهر من العمل عليه. تعاون الأهالي والمخلصين والشخصيات الوطنية والاجتماعية والخيرين في من المغتربين ومن التجار، ومساهمة من السلطة المحلية، وإن شاء الله إلى مشاريع أفضل. كذلك باقي معنا مشروع الرصف قرية الجبل بيتم افتتاحه. بإصلاح هذا الطريق ينتهي جزء كبير من معاناة السكان التي ظلت لسنوات بسبب تلف الخط الأسفلتي وتكون الحفر والمستنقعات المائية، خاصة في مواسم الأمطار وما تسببه من اختناقات في الحركة المرورية. مشروع رأى النور بمساهمة من السلطة المحلية ومبادرة مجتمعية من مغتربين ورجال أعمال في مريس. قمنا بمبادرة مجتمعية ومشاركة السلطة المحلية، مشكورين، وأحببنا من خلال إنجاز المرحلة الأولى لهذا المشروع أن نوصل رسالة للناس أننا بغياب الدولة نستطيع بتعاون المجتمع أن نحقق الكثير من الإنجازات وأن نحقق الكثير من المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على الأمة وعلى المجتمع. ليس طريق مدينة الجبارة بمريس هو المشروع الوحيد الذي حققته المبادرة المجتمعية في زمن الحرب، فإلى جانبه أنجزت أيضا مشروع رصف طريق الجبل على أطراف منطقة مريس وطريق مدينة قعطبة القديمة في زمن قياسي، لتثبت الضالع مواطنون وقيادات ميدانية وعسكرية أن المسؤولية مشتركة، فيد تدافع عن المحافظة من حرب ميليشيا الحوثي بلا هوادة، وأخرى تبني مشاريع.